مين على التنفيذ؟ هنشوف ونتابع هل يعملوها. محمد سعيد، محمد سعيد، ولحظة من اللحظات الفارقة في الماتش، ما فيش كلام، 2-0 غير 1-0. محمد سعيد هيكون في لحظة سعيدة، وهو الهدف الثاني، وهو الهدف الثاني، ويا الله يا الله على النصر. النصر القاهري يتفوق ويتألق ويتعملق، وهدف تاني، ومحمد سعيد يعزف أجمل الأغاني وحاططها. حلو يا ابني، حلوة الكورة وحلوة الحكاية، وتفوق مفيش كلام. وحط هنا محمد بسام على اليسار ويسجل الكورة، هدف تاني، هدف تاني بالعنوان والألوان الأزرق النهاردة.